معي عبر الهاتف من باريس الباحث الجامعي الجيوسياسي دكتور لاجا شقروش. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور لاجا. ما هي ابرز عوامل عجز حمزه بن لادن؟ هو كان في بدايه الامر الابن المدلل للزوجه المدلله او الفاضله، فهناك ثقافة تجارة الموت تؤدي، تجارة القتل تؤدي إلى هذا الفكر، الفكر الطفيلي، أفعل ما أقول لك ولا تفعل ما أفعل. فهو له ميولات للموسيقى وميولات للعنف والعنف الداخلي، أي حول المحيط، لا يحترم كبار السن ولا يحترم النساء. هذه بعض الأمور تخالف وتناقض الفكر الأساسي للقاعدة، ولا ننسى أن القاعدة هي في نفسها بعد موت أسامة بن لادن هي في أزمة، وهذا أزمة نظرا للدواعش، لكل الدواعش. ويأتي من هذا المنطلق أن بعض العناصر داخل القاعدة يريدون التوريث لهذا الطفل المدلل. يريدون ماذا؟ يريدون التوريث. بغية، الهدف من التوريث هو إنقاذ القاعدة ككل، لكن اختاروا أسامة، اختاروا حمزة. هل هو سينقذ القاعدة؟ لا ينقذ القاعدة، لأن ليس لديه بعض مميزات القائد المقاتل المجاهد مثل الزهدي، لكن هذا مصرف ومدلل. نعم، يعني طبعا. وبما أنك ذكرت هذه النقطة حتى في البداية، موضوع أنه مدلل ويتمتع بالأمن والراحة ويطلب من الآخرين الموت، كيف يقابل هذا من قبل جماعته؟ هذا حتميا سيؤدي إلى انصراف عناصر كثيرة، ممكن ستشكل تنظيم آخر، ممكن ستبايع من جديد الظوافري، ممكن ستذهب إلى أجنحة كثيرة. فهذا ما يسمى بالانفجار الداخلي، تعيين أو ترشيح حمزة بن لادن سيفجر التنظيم من الداخل، لأن هذا لا من لا يحترم الحاشية كيف يحترم من يفجرون أنفسهم، من يقاتلون من أجل قضية يعتبرونها مقدسة. أنا أشكرك جزيلا. تفضل. آخر كلمة هي في اعتقادي بداية النهاية للتنظيم التاريخي للقاعدة. ممكن ستشكل عناصر أخرى ترفض هذا النهج الإفلاس ومحب عادة. ممكن نلخص هذه بكلمة واحدة، هم لاحظنا هذا في الجماعات التي تربط بين الجريمة. نعم. والمخدرات، يعني بوسكوبا صغير، يعني بوسكوبا طفل يريد أن يتزعم جناح جهادي مجرد أنه كان والده. لا، مجرد لأن كان والده صحيح، حتى لو لم تكن المؤهلات موجودة وفق كل المراقبين. شكرا لك من باريس، باحث جامعي الجيوسياسي دكتور لاجا شقروش.